وزير خارجية أوكرانيا لم يستبعد سيناريو عدوان روسيا على بلاده كما قال. الخارجية الأمريكية كانت وصفت تقارير عن خطط روسية لحظر الملاحة في أجزاء من البحر الأسود بأنه تصعيد بلا مبرر. الخطوة في حال دخولها حيز التنفيذ يمكن أن تؤثر على وصول السفن إلى الموانئ الأوكرانية في بحر أزوف الذي يرتبط بالبحر الأسود. التطور يأتي وسط تقارير عن حشد روسيا لقواتها في شبه جزيرة القرم وقرب الحدود الروسية الأوكرانية. الأمر الذي دفع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إلى حث شركات الطيران على توخي الحظر الشديد عند التحليق بالقرب من الحدود الأوكرانية الروسية. وفي إشعار أرسل إلى شركات الطيران الأمريكية أشارت الإدارة إلى احتمالية نشوب اشتباكات عبر الحدود دون سابق إنذار وزيادة الأنشطة العسكرية أو حتى نشوب صراع.